اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي انتشر عندنا في مدينة واتزام بزاف وتقريبا اللي كل شي كيعرفه هو لاغناك، يعني النصب والاحتيال على وحدين لباس اليهم، على اشخاص لباس اليهم من دول اخرى. مهم هاد الموضوع هذا دار لنا ضجة كبيرة في واتزام، ولات واتزام مدينة كتبان خيبة وصورتها ما بقاش زوينة، لان مدينة واتزام في القديم كانت مدينة شهيدة وكل شيء كيعرفه، وكانت عنده واحد الصوره جميله بزاف. وهذا الموضوع ديال لارناك خيبها، ولات بصوره خايبه، بنادم ما بقاش كيجي لها كما في الاول. وانا كنقول ضد هاد لارناك نصب الاحتيال. كيفاش كتتم العمليه حسب معلومات اللي عندي؟ كيدخلوا دي سيت كيديروا تصويره البنات بحال خيبة، كينصبوا عليهم، كيقول لهم مثلا انا صورت الفيديو ديالك اشنو كنتي كدير، صيفط لي هاد المال القدر على حسب. السيد كيخاف صافي كيصيفط لي هذاك الفلوس، كيقول لي لا صافي ما غاديش نلوحك في يوتيوب. المهم كنتمنى انا باش هاد الظاهره هادي ما تبقاش وما يبقاوش واخدين على واتزام نظره خايبه بهاد الاغناك هذا. ماشي عماد، المهم انا وجهه نظر ديال هاد لارناك انا ضد هاد الظاهره كاع، لحقاش تيتعداو على بنادم بزاف وحشومه، ممكن طريق اخرى. وبعدين نقدم تعريف لارناك. لارناك هي سميه النصب والاحتيال عن طريق شبكه عنكبوتيه. المهم انا هاد الظاهره ضدها، ولكن الناس تلجا لهاد الظاهره هادي علاش؟ لحقاش كاين الفقر والتهميش من طرف الدوله لهاد المدينه هادي، ما كاين لا معامل لا بنادم فاش يخدم، الفقر مسيطر على بنادم بزاف، كاين اللي هاز عائله، كاين اللي هاز والدي، كاين اللي مو مريضه خاصها الدواء، كاين اللي ما عرفتش اشنو، وباش ما لقاش فرص فين يخدم، تلقى القمع من عند بنادم، شحال من حاجه. المهم انا ضد هاد الظاهره هادي كاع. لحقاش ظاهره خايبه، ولكن في نفس الوقت ما كاينش بنادم ما عندوش البديل باش يمشي يدير داك الشيء. حقاش كاين خوتو صغار تيقراو خاصهم تيكاليف خاصهم ما عرفتش اشنو، وهذا الشيء اللي اناك شي حاجه اللي خايبه بزاف، اللي بالنسبه لنا احنا شباب اللي خايبه، خاص الدريات والدراري يتفاداوها بزاف. اصلا ما كيستافدوا والو، يعني داك الشيء اللي كيستافدوا من ارناك يديروا حاجه زوينه باش يوصلوا قراو، في نفس الوقت اللي كان هو باغي الفلوس محتاج الفلوس يخدم يدير شي خدمه في نفس الوقت يقرا. كاين عدم الوعي، كاين الفقر، التهميش، بزاف ديال الحوايج كتخلي بنادم يدير شي حاجه خايبه باش يوصل الفلوس. بس كيدير ليه الكونيكسيون باش يولي هو يجي الفلوس، لا غلط هذاك، خاص بنادم يكون شويه فيه الوعي. خاصك فلوس تخدم عليها، ماشي بالضروره دير شي حاجه خايبه باش توصل الفلوس. علاش بعض الشباب اللي تيمارسوا الارناك، علاش ولاو ربما مجموعه ديال الشباب خرجوا من المدينه وربما ولاو تيمارسوها في مدن اخرى، مدن ساحليه، مدن سياحيه بالدرجه الاولى؟ خاصنا نعرفوا السبب، اشنو هو المضايقات اللي ولاو تيتعرضوا ليها لهاد الشباب اللي ولاو تيمشيو فرقوا والديهم تيمشيو مثلا يكرو في مدن اخرى ويمارسوا هادي؟ هذا هو السؤال اللي بغينا نطرحوه للجهات المسؤوله. علاش الشباب اللي كان تيمارسنا الارناك واستافد، ربما حنا نقولوا غير شرعيه، حرام حرام حرام، ولكن راه كانت تستافد منا المدينه اللي طالت التهميش. علاش الشباب، هذا هو السؤال اللي بغينا نطرح للجهات المسؤوله، علاش الشباب بعض الشباب ولا تيمشي يهرب لمدن اخرى ويمارس الظاهره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ربي الزيدي عزيز، إمام وخطيب بمسجد دوار طلوح ولاد منصور إقليم الرحامنة. أما بخصوص الأرناك فالإسلام بريء من هذا كله. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأفعال يبتزون أناس ويسلبون ما بحوزتهم
من أموال، وهذا كما قلت في السابق الدين بريء منه والإسلام بريء منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.